بس الاكل نفسه ما يعجبهم، انه على اللعب تحس مزروع على السب، انه على طريقه لعبهم، شلون لعبهم، شلون يلعبون بالبوارد، شلون يطقون على بعض، شلون يلغمون قد جوا بعض، هالشيء لساته مزروع براسهم، لسه ما قدر ما جاي شيء ينسيهم اياه، ما بشي يخليهم ينسون هالشيء هذا، انه ما جاي لا يدرسون لا انه يروحون يلعبون مع هالصغار. لحد الآن ببالهم، لحد الآن ذكريات الماضي، ذكريات الحرب، ذكريات القصف، لحد الآن ببالهم ذكريات وقت فقدوا أبوهم وأمهم، لحد الآن بعقولهم لما يقعدون بين بعضهم يفتشون يذكرون الماضي، يذكرون وقت كان أبوهم وأمهم. أسرتهم عن عائلتهم وقت قتلت، أصعب مواقف وقت يحكوا لي عن أبوهم وأمهم وقت قتلوا، شلون شافوهم قدامهم، شلون فقدوا أخواتهم، قتلوهم، قتلوا قدامهم، في منهم أطفال فاقدين بالضياع طبعا أخواتهم، ولحد الآن ما يعرفون عنهم شيء. عندنا 24 طفل ما جونا من مخيم الهول، جم من المناطق النزاع الأخيرة هي الباغوز وبعض المناطق الثانية، وكان وضعهم مأساوي، دخلوا المشافي والحمد لله تعافوا بالمشافي وجبناهم على مخيم عين عيسى وتحت رعاية إدارة المخيم، مجلس الرقة المدني، المنظمات الثانية ما قدمت شيء لهم نهائيا، فإحنا نطلب تقديم اللباس، تقديم المأكل، المشرب، تأهيل الفكر، إعادتهم إلى الفكر الأساسي، إزالة فكر داعش منهم.